جولتنا في الصحف العربية نبدأها من مصر، حيث كتبت صحيفة الأهرام أن الجولة الخليجية التي بدأها ولي العهد السعودي من عمان والتي تشمل كذلك البحرين وقطر والإمارات والكويت تأتي قبل انعقاد القمة الخليجية المقررة منتصف الشهر الجاري بالرياض. وقالت الصحيفة إن هذه الجولة ستتمحور بالإضافة إلى الملف اليمني حول مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني والمطالب الخليجية المتمثلة في ضرورة معالجة سلوك طهران المزعزع لاستقرار المنطقة. في نفس الموضوع ذكرت صحيفة البلاد السعودية إن ولي العهد السعودي سيلتقي خلال هذه الجولة بقادة دول الخليج لبحث العلاقة الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي الملف الإيراني قالت صحيفة الدستور الأردنية في مقال لها أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تروج هذه الأيام لخطة بديلة لدى قادة إسرائيل حال فشل مفاوضات فيينا. واعتبر كاتب المقال أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت أن هذه الخطة التي يحملها إلى واشنطن كل من وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس جهاز الموساد يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ بتنفيذها لإجبار طهران على تقديم تنازلات في ملفها النووي. وتشمل الخطة ضرب مراكز ومواقع عسكرية إيرانية في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، مما سيجبر طهران وفق كاتب المقال على تقديم تنازلات في مختلف القضايا المطروحة على ملف مفاوضات فيينا.